النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسأل الله أوقاتكم بكل الخير. استمر الطقس نهار هذا اليوم الأحد حارا نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وحارا في مناطق مثل الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، بالإضافة إلى مناطق البادية الشرقية. خلال الأيام القادمة طبعا يستمر تأثر المملكة بهذا الامتداد لهذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا والممتدة من شبه الجزيرة العربية باتجاه المملكة. كما تلاحظون أن المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط تقع على حافة هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا، حيث أن هذا اللون هو تقريبا درجات الحرارة الاعتيادية لمثل هذا الوقت العام والطقس الصيفي العادي، موجودة في الحوض الشرقي تحديدا في مياه البحر الأبيض المتوسط، في حين أن هذا اللون الأحمر الداكن هو يشير إلى الكتلة الهوائية الحارة نسبيا والتي تمتد تقريبا حتى وصولها إلى السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. غدا الاثنين يتوقع أن يبدأ هناك تراجع تدريجي لتأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا، ولكن يعني هذا التراجع لن يكون ملموسا غدا الاثنين، بحيث يستمر الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، بالإضافة لمناطق الشرقية. لكن كما نلاحظ يوم الثلاثاء سيبدأ تراجع أكبر، ويوم الأربعاء يدخل الهواء أكثر برودة باتجاه المملكة، برودة بمعنى آخر أنها تنخفض درجات الحرارة تصبح ضمن معدلاتها الاعتيادية، ويتحول الطقس ليصبح اعتبارا تقريبا من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس يصبح تقريبا نستطيع أن نقول صيفي عادي في أغلب ومختلف مناطق المملكة. عودة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة، ما تبقى الأجواء دافئة بوجه عام في ساعات الليل مع ظهور بسيط لبعض السحب المتوسطة أحيانا، درجة حرارة صغرى 23 درجة مئوية، والطقس مناسب للجلسات الخارجية في أغلب ومختلف مناطق المملكة. نستعرض تويدا درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في ليلة الأحد على الاثنين على الثلاثاء عفوا في مناطق المملكة المختلفة، ونبدأها من المناطق الشمالية. في إربد غدا حوالي 33-18، في جرش 35-19، في المفرق من 35-20، أما في عجلون 32-18 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة من 33-21، في الزرقاء من 36-21، في السلط من 34-22، كذلك أمر هو في مادبة، ترتفع في البحر الميت إلى حدود 40 درجة مئوية تقريبا 39-40، والصغرى 25 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية من المملكة الكرك 31-19، في الطفيلة من 31-20، في معان من 33-20، في جبال الشرع من 30-21، في حين ترتفع إلى 41 درجة مئوية في خليج العقبة والصغرى 27 درجة مئوية. أجواء أيضا تبقى حارة بوجه عام في مناطق البادية الشرقية، تسجل تقريبا 39 درجة مئوية في ساعات النهار في رويشد والصغرى 23 درجة مئوية، تقريبا نفس الشيء في كم من الصفاوي والأزرق، تقريبا ما بين 38-39 في ساعات النهار، وما بين 20-23 درجة مئوية في ساعات الليل. غدا الاثنين مع ساعات بعد الظهر تهب رياح شمالية غربية تكون ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على مناطق البادية الشرقية، مما يثير الأتربة والغبار في تلك المناطق. قبل الختام، الأحوال الجوية متوقعة خلال 3 أيام القادمة، إذا يوم الاثنين من 33-21 درجة مئوية، تنخفض يوم الثلاثاء إلى 31 في ساعات النهار وتصبح الصغرى 18، وتنخفض أكثر كما ذكرنا يوم الأربعاء لتصبح الأجواء صيفية عادية، والعظمى في العاصمة من 28 درجة مئوية في ساعات النهار و21 درجة مئوية في ساعات الليل. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.